يلا اطلع من البيت فورا، امشي روح. بس اللي ضيوف مرحب فيهم بهذا البيت، النصابين والمحتالين امثالك مكانهم معنا. دورجا غضبك هذا مبرر، بس انت بكفي. انت ما بتستاهل ابدا انه حدا يسمعك او حتى انه يحكي معك، وما بتستاهل انه حدا يعطيك ثقته. يمكن لهيك رحت حكيت مع جودان، بتفهم عليك كتير منيح، بس ما بيهم ابدا ليش هي هيك تصرفت. بتضل من العيله. اسمع، انت مالك من عيلتنا وما دخلك بحدا فيها ابدا، منشان هيك هلا وفورا بتضب شنتيك وبتطلع برات هالبيت. راوات ما رح يروح لاي مكان. دورجا بتمنى ما تفهميني غلط، وجوده بهذا البيت أكيد بيزعجني أنا كمان، بس إيجي ما بده يصير ببيته هيك أبداً. هو هيك قال إنه السيد راوات بضل أخوها لأنترا وضيفنا، والضيوف ما بيجوز ينهانوا ببيت جيندال. لازم هو يبقى هون بالبيت، نحن ما فينا نتصرف من عنا أبداً. دورجا بتمنى تسامحيني، بس ما بقدر اكسر كلمة ايجي بالمرة، وانت بتعرفي منيح انه ايجي شخص صادق حتى مع اعدائه. لا يا جدان، هاي المرة انا ما رح اقدر اسمعك يا دورجا. فيك تعتبري هالشي امر من اوامر حماتك. مبين عليكي قوية وعندك شخصية أكثر مما توقعت. أنا عن جد متفاجئ، عيطتي على دورجا هيك من دون أي سبب. سيد راوات ما في داعي تنبسط كل هالقد، أنت قريباً رح تفهم ليش أنا عملت هيك، وفيك تحسبها بغير طريقة. بدي المجرم يبقى جنبي حتى يكون هون تحت نظري أنا، ولحتى أشوف تصرفاته كلها. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.